مشاهدينا الاعزاء حياكم الله في هذا الموجز من قناه الطناس. مددت سرايا الدفاع عن بني غازي زمن التفاوض 48 ساعه للافراج عن اسرى الكرامه لديها. وكاله بشرى اظهرت مقاطع مصوره لعناصر ما تسمى الكرامه وهم يناشدون قاده عصابات مجرم الحرب حفتر بفك الحصار عن عائلات قنفوذه مقابل الافراج عنهم. الوكاله اشارت الى ان تمديد مده التفاوض جاءت استجابه من سرايا الدفاع لالحاح بعض الوساطات من الوجهاء. يذكر أن السرايا حددت سابقا مدة للتفاوض على فك الحصار عن أسر أو عن أسر قنفوذة مقابل الإفراج عن عناصر من الكرامة. استهجنت وكالة بشرى الجناح الإعلامي لسرايا الدفاع عن بني غازي ما تقوم به غرفة إدارة الرأي العام التي يديرها المستشار السابق للبرلمان المنحل محمود المصراتي من حملات التشويه وتضليل الرأي العام ومحاولات إلصاق وصف الإرهاب المستهلك بقوات سرايا، وذلك كما ورد بصوته في التسريبات التي عرضتها وسائل إعلامية. وكالة بشرى استنكرت ما يقوم به سفير ليبيا السابق في الإمارات عرف نايض من سعي حثيث لاعتراض تقدم سرايا الدفاع بجلب قوات أجنبية، وأكدت الوكالة على عدم انشغالها بالمهاترات السياسية إلا أنها تتحفظ بحق مقاضاة المتورطين في هذه التسريبات وملاحقتهم قانونيا. قال الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال في تونس، قال إن الحل في ليبيا يجب أن يكون توافقيا وسلميا وبمشاركة كل الأطراف الليبية المعنية بالقضية. جاء ذلك عقب استقباله من الرئيس التونسي البهجي قايد السبسي في تونس العاصمة. سلال قال إن الجزائر وتونس تعملان من خلال الحوار على إيجاد حل للملف الليبي مؤكدا على قرب الحل للأزمة الليبية. قال مصدر باللجنة المشرفة على عودة العائلات النازحة إلى مدينة سرت الخميس، قال إن 8100 عائلة نازحة قد عادت إلى بيوتها بمختلف الأحياء السكنية في المدينة. وأكد المصدر أن مراحل العودة الآن قد اكتملت بعودة العائلات إلى بيوتها، وذلك بعد أن بدت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها في المدينة رغم قلة الإمكانات وعدم دعم حكومة البعثة الأممية. ومن جهة أخرى تواصل فرق الهندسة العسكرية والمركز الليبي المكلف بإزالة الألغام عملهم في إزالة الألغام والمفخخات في المنطقة. إلى الخبر الأخير في هذا الموجز، حيث حذر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من التهاون في الحفاظ على مسار المشروع مؤكدا أن المساس به يعني تهديدا للمصدر الرئيس للمياه في ليبيا. الجهاز أهاب في بيان له لكافة السلطات التشريعية والتنفيذية الأمنية أيضا بتحمل مسؤولياتها لحماية مقدرات الشعب الليبي، وذلك ضمانا لاستمرار التدفق المائي للمدن الليبية. ونبه الجهاز إلى خطورة تكرار الاعتداءات التخريبية على المحطات ومنظومة النهر. مشاهدينا تفاصيل أوفى على تمام السابعة، إلى اللقاء.